يا مساء الخير والحب والسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكي لنا على شاشة القناة الأولى. بكون معاكم رانيا السيد كل أسبوع في نفس الميعاد. الحكايات، كلنا عندنا حكايات، كلنا عندنا قصص جوانا، حاجات حصلت وأثرت فينا بشكل كبير جدا، والمواقف هي عبارة عن حكايات وخبرات بنتعلم منها، قصص وحكايات إحنا جزء منها ما نقدرش نفصلها عننا. الحقيقة أن الحكايات دي بتعبر عن مشاعرنا، بتعبر عن أحلامنا، وهي حياتنا كلها عبارة عن إيه؟ ما هي قصص وحكايات وكلها بتعبر عن شخصياتنا الحقيقية. الحقيقة أنه إحنا لسه مكملين معاكم رحلتنا جوه الكتب والحكايات. بستمتع جدا وأنا كل حلقة بفتح معاكم صفحات كتاب جديد، نعرف بيتكلم عن إيه، نعرف إيه حكايته. الحقيقة أنه كتابنا النهاردة عن دراسة للكشف عن تشيكوف المصري، وطبعا زي ما ناس كتير عارفة أنه أنطوان تشيكوف الملقب بأبو القصة القصيرة في العالم كله، هو كاتب بدأ مسيرته كمؤلف للحكايات وللقصص القصيرة، وده لأنه عنده أسلوب مبتكر جدا ومميز جدا للسرد، وتحديدا للسرد في القصص القصيرة وطبعا في الحكايات. الحقيقة أنه الكاتب اللي معانا النهاردة هو الدكتور سامح الجباس، وهو قرر أنه يعمل كتاب يقدم فيه دراسة علشان يحل الإشكالية بتاعت مين من الأديبين أو مين من الكتاب، إذا كان الأستاذ محمود البدوي أو الكاتب يوسف إدريس، يستحق لقب تشيكوف المصري، وسمى كتابه الكشف عن تشيكوف المصري. هنعرف أكتر من الكاتب اللي منورنا النهاردة ليه قرر يبحث في هذا الموضوع، ليه بالذات القصة القصيرة، وليه الكاتبين دول بالتحديد، علشان نقدر نعرف أكتر تفاصيل منه عن كتابه.